السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم في الفيديو الثاني لأخبار الجزائر اليوم. إذا عجبتكم نحطوا زوج فيديوهات في النهار، إما لا أدعمونا خاوتي بالضغط على زر الإعجاب. خلونا نحاول هذا الفيديو نوصل هذا الفيديو 2000 لايك، هذا راح يدعم القناة بزاف، شكرا لكم. في الأخبار، فرنسا تهاجم الجزائر والمغرب، فما هو السبب؟ في الأخبار أيضا، ارتفاع عدد المشاريع الجزائرية لأكثر من 1100 مشروع هذه السنة. أخيرا في الأخبار، وزير أردني يقول أن الجزائر ستخرج من العالم الثالث، والكل يتحدث عن هذا الموضوع. هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم، بل أبقوا معنا حتى الآخر أعزائي المشاهدين باش تعرفوا كاع التفاصيل. وقبل ما نبدأ الفيديو شاركونا رأيكم في التعليقات، نحن نقرأ جميع التعليقات، شكرا لكم. في الخبر الأول، ارتفاع عدد المشاريع الجزائرية لأكثر من 1100 مشروع هذه السنة، حيث ارتفع عدد الاستثمارات المسجلة في مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات إلى 1106 مشروع بقيمة إجمالية تقدر ب 375 مليار دينار. وفي لقاء جمع مؤسسة ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أوضح المدير العام للوكالة عمر الركاش أن الوكالة سجلت منذ بداية نشاطها إلى غاية الرابع من فيفري الجاري 1106 مشروع استثماري من شأنه استحداث 29000 منصب عمل، مذكرا أن عدد المشاريع المسجلة في 19 جانفي المنصرم بلغ 852 استثمارا. وأشار ركاش إلى أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الموحد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية قدر ب 35 مشروعا، من بينها 26 مشروعا استثماريا مباشرا و15 مشروعا بالشراكة مع الجزائريين. وأبرز المتحدث أن وكالة تطوير الاستثمارات أوكلت 9539 مشروعا قيد الإنجاز للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات، منها 347 مشروعا انتهت به الأشغال في انتظار دخوله حيز الاستغلال. وحسب المدير العام، فإن محفظة الاستثمارات التابعة للمجلس الوطني للاستثمار تضم 99 مشروعا هيكليا في طور الإنجاز، منها 28 مشروعا منتهيا داخل حيز الاستغلال تدريجيا. كما عرض ركاش عددا من الانشغالات للمستثمرين الذين عبروا عنها على مستوى الوكالة، لا سيما فيما يتعلق بالعقار الاقتصادي ورخص البناء. وفيما يخص العقار، تطرق عدة مستثمرين إلى إمكانية إعادة تحويل الامتياز إلى تنازل لدى بلوغ الأجل المحدد لضمان استمرارية مشروع الاستثمار المستفيد، مع ضرورة تطهير المناطق الصناعية وتهيئتها لاستقبال المشاريع الاستثمارية الجديدة. فما رأيكم في هذا الموضوع أعزائي المشاهدين؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. في الخبر الآخر وبخصوص الجزائر والمشاريع، وزير أردن يقول أن الجزائر ستخرج من العالم الثالث، والكل يتحدث عن هذا الموضوع مؤخرا، حيث قدم وزير الداخلية الأردني السابق سمير الحباشنة 6 معطيات تجعل الجزائر حسبه بمثابة تجربة عربية واعدة يمكن المراهنة على دورها رفقة قوى ذات مكانة مؤثرة في حل للقضايا العالقة في المنطقة. وجاء ذلك في مقال نشره الحباشنة وهو وزير أردني سابق للداخلية والزراعة وعضو بالبرلمان بموقع رأي اليوم تحت عنوان ما هي الدول العربية الثلاثة الصاعدة ولماذا نراهن على الجزائر. وأيضا قال أن الجزائر ستخرج من العالم الثالث، وبدأ هذا الوزير الأردني السابق من نبوءته، قال أنه سمعها لما كان طالبا جامعيا في جامعة بغداد من أستاذ الاقتصاد المرحوم جميل بوداغ، مفادها أن كلا من العراق والجزائر دولتان سوف تغادران في نهاية القرن العشرين منطقة العالم الثالث لتلتحقان باقتصادات الدول المتقدمة. وحسبه فهذه النبوءة في السبعينات كانت لها أسبابها الموضوعية، لكن أزمات دخلت الجزائر منذ رحيل الهوالي بومدين إلى غاية مطلع الألفية الثانية أوقعت كما قال هذه المسيرة. وأيضا العراق أيضا تعرضت لاحتلال أمريكي. يعود الحباشنة إلى سرد المعطيات الراهنة التي جعلت الجزائر تعود الآن إلى السباق وإلى الفترة الراهنة الواجهة باعتبارها دولة واعدة، سواء من حيث استعادة مكانتها الخارجية أو ما أسماه بإصلاحات داخلية من أجل انطلاقة اقتصادية جديدة. وحسبه فإن في عهد رئيس تبون عادت الجزائر إلى مكانتها التي تستحقها وطنيا وعربيا ودوليا. فعلى الصعيد الداخلي يتم وبقوة استئصال آفات الفساد وضربها في معاقلها بإعادة المليارات المنهوبة من الدولارات التي أخذت على غير وجه حق ولا زالت
كما يقول الرئيس تبون حملة مكافحة الفساد مستمرة. وشدد: لقد استمعت مؤخرا إلى الرئيس الجزائري تبون وهو يعرض لما تم في العام المنصرم من إنجازات اقتصادية بالقول أن صادرات الجزائر قد ارتفعت بنسبة 30% خارج المحروقات، كما أن الاستيراد قد انخفض كذلك بنسبة ذاتها، في خطة من شأنها تعظيم الناتج الوطني الإجمالي والاعتماد على الصناعات والزراعة الوطنية لتلبية احتياجات المواطن الجزائري، الأمر الذي سوف يترتب عليه بالضرورة توليد ملايين فرص العمل وحل مشكلة البطالة باعتبارها السبيل الأهم في مكافحة الفقر. واليوم فإن الجزائر تعيش حالة من الأمن والاستقرار، وهو العامل الأهم على طريق إحداث التقدم المنشود. فما رأيكم خاوتي وإخوتي في هذا الفيديو؟ هل توافقون هذا البرلماني الرأي أو الوزير الأول السابق للأردن الرأي؟ أخبرونا لكم في التعليقات. أخيرا في الأخبار، فرنسا تهاجم الجزائر والمغرب، فما هو السبب؟ بعيدا عن الجدل الدائر حول وضع الحريات وحقوق الإنسان في المنطقة المغاربية، وهو جدل قلما أخذته باريس باعتبار، كلما نظرت إلى مصالحها الوثيقة في شمال إفريقيا، فإن السؤال الآن هو: ما الذي جعل فرنسا تصوب سهامها وهجومها في الأسابيع الأخيرة على الجزائر والمغرب في وقت بدأت فيه علامات الانفراج بينهما تلوح في الأفق؟ وهل أن السهام التي وجهتها إلى من تضعهم دوما في مطاف الأصدقاء التقليديين والاستراتيجيين التي صوبت على وجه الخطأ، هل تريد فرنسا بذلك نشر العداوة بين الجزائر والمغرب وإحداث الأزمات التي لا تنتهي؟ الفرنسيون ينفون وبشكل نهائي وجود أي مشكل لهم مع العاصمتين المغربيتين الكبيرتين، بل يعتبرون الحديث حتى عن بوادر أزمة جديدة معها نوعا من المبالغة والتهويل الغير مقبول. لكنهم في الجزائر يشيرون بوضوح تام وبالإصبع الاتهام إلى المخابرات والإعلام الفرنسي، ويعتبرونها مسؤولين عن نسف كل ما تم بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين، مثلما أشارت إلى ذلك وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، التي أضافت أيضا في تقرير الخميس الماضي أن الجميع يعلم أنه توجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية الفرنسية يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين وخبارجية وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي. ووزارة الخارجية الفرنسية وكذا بعض المستشارين من أصل جزائري لا يخفون ولعلهم ولعهم وتبجيلهم للمخزن، غير أن وزير الاتصال مضى أبعد ليتهم في مقابلة مع موقع الجزائر الآن الإعلام الفرنسي بالضلوع فيما يشبه المؤامرة على الجزائر والتي كانت المغرب طرفا فيها. فما رأيكم في هذا الموضوع خاوتي وخواتتي؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. أعزائي المشاهدين، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الفيديو. إذا أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وأيضا اشتركوا في القناة، وانتظرونا في الفيديو القادم. إلى اللقاء.